عايز اقول لك وانا بكلمك دلوقتي ماتش الاهلي وطلائع الجيش مقام، فات 75 دقيقه، باقي ربع ساعه، الاهلي لا يزال متقدم بهدف للا شيء حتى هذه اللحظه، اللي جاب الجون مجدي قفشه. المباراه على استاد الكليه الحربيه، الاهلي بيلعب ويغيب عنه 13 لاعب، اما للراحه مستر الكرر عايز يريحهم للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، غير الاصابات والايقافات والكلام. معايا على التليفون الناقد الرياضي هيثم نبيل. مساء الخير استاذ هيثم. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى متى كل نعلن الاهلي بطلا للدوري بعد غياب عامين عن التتويج؟ رسميا يتم اعلان الاهلي بطلا للدوري لو فاز 7 مباريات القادمين، يعني 7 مباريات الجايين للنادي الاهلي لو كسبهم دون النظر، يعني انت عايزه يجمع 21 نقطة. بالظبط كده، يفوز ال7 مباريات الجايين ليه دون النظر لنتائج بيراميدز وفيوتشر، يعلن الاهلي بطلا للدوري. لو فاز مثلا في 5 ماتشات وبيراميدز اتغلب ماتش او اتعادل ماتش، برضه يعلن الاهلي بطلا للدوري. فالاهلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده غالبا هي مسألة وقت، وسيتم إعلانه بطلا للدوري مرة أخرى. على أي أساس بتقول الكلام ده؟ ده يجرنا إلى السؤال عن كولر وخطط التدريبية، الكل بيشهد ليه بالكفاءة. يعني المدير الفني للنادي الأهلي مستر كولر، يعني واضح جدا أنه هو أولا يتميز بالمرونة التكتيكية الشديدة، يعني الأهلي ممكن يغير طريقة لعبه في المباراة أكثر من مرة. ماتش النهاردة مثلا بيلعبوا بطريقة مختلفة تماما عن المباريات اللي فاتت، يعني ماتش النهاردة احنا بنتفرج عليه واضح جدا ان هو بيلعب بالطريقة اللي هي الايه، اكسب وامشي، يعني مش عايز بقى العب الكرة اللي لعبتها قدام الترجي ولا الكرة اللي لعبتها حتى الماتش اللي فات، انا عايز اكسب المباراة دي باقل مجهود وبابسط طريقة وامشي على طول، مش محتاج ان انا ابذل مجهود. كولر خلال الفترة اللي فاتت استطاع ان هو يخلي لعيبة ترجع لمستواها، استطاع ان هو يخرج لعيبة من ثبات كان عميق شوية لفترات طويلة. فلا، نقدر نقول ببساطة شديدة جدا انه مدير فني متميز، مفيد جدا للرياضة المصرية ومفيد جدا للنادي الاهلي تحديدا لحد دلوقتي. واتمنى يا رب، اعتقد ان هو لو تم تنفيذ طلباته اللي هو طالبها لتدعيم الفريق خلال الموسم الجاي، الاهلي هيبقى اقوى من كده، وده يساعد ان احنا نشوف بطوله اقوى السنه الجايه في ظل عوده بقى نادي الزمالك على فيوتشر على بيراميدز، فنبدا نشوف. والاسماعيلي نتمنى ان هو يعود الى سابق عهده الاتحاد، عندنا انديه كتير تمتلك كل مقومات النجاح لكن للاسف محدش بينجح غير النادي الاهلي. خلينا اتوقف معاك استاذ هيثم امام الاصابات في حراسه المرمى بالنادي الاهلي. شوف لك كابتن محمد شناوي، شوف لك كابتن علي لطفي، يعني حمزه علاء داخلين دلوقتي. احنا شفنا دلوقتي شوبير كمان اتصاب، شفنا شوبير مصاب، يعني في ايه؟ هل ده راجع لايه؟ لمدرب الحراس؟ لا، هي كل الاصابات اصابات، يعني علي لطفي تم اصابته اصابه في العضله الخلفيه تقريبا وهو بيفتح، يعني فتح رجله بشكل غلط المباراه اللي فاتت. اصابه شوبير كانت تداخل بينه وبين لعيب الجيش، رجله وصلت لدماغه، لكن الحمد لله شوبير مكمل، يعني كمل الماتش. الشناوي اصابه جايه من الاجهاد، لان الشناوي من الناس اللي بقالهم كتير جدا بيلعبوا بشكل متواصل وبرضه ما خدش راحات كتيره. فلا، يعني ما فيش حاجه نتيجه لحمل زائد او حاجه، لا كلها حاجات طبيعيه في الملاعب يعني بتحصل. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هيثم نبيل.